ايه الاخبار؟ انا اسماعيل واهلا بكم في هذه القناه العجيبه. بصوا، النهارده هنلعب جان جيم زي ما انتم شفتوا كده من عنوان الفيديو. انا كان بقالي مده اصلا بحاول ان انا اظبط موضوع ان انا العب جان جيم دي، فالموضوع فيه توتر شويه. الناس اللي مش عارفه جان جيم دي اسمها لعبه الاسلحه، تعتبر فري فور اول، الناس كلها بتبقى ضد بعض، كله بيلطش في بعضه، كل كلايه انت بتعملها بيتغير السلاح اللي معاك، بيبدا السلاح بتاعك يتغير 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 لحد ما بتبقى اخر كل خالص بيبقى بالسكينه، تغزه بالسكينه يا اما تضربه بيها، يعني اتصرف مالناش دعوه. يعني الموضوع فيه تشالنج شويه، اللي هو انت فري فور اول وفي نفس الوقت بتبقى الاسلحه بتتغير مع كل كلايه انت بتعملها، هيبقى في ستريس يا جدعان، ربنا يستر. بسجل النهارده والمفروض ان انا بحاول ان انا انزل لكم الفيديو ده بكره، ربنا يستر. ايه ده، انا دخلت على جيم شغال؟ لا اله الا الله، ايه يا عم الهري ده؟ ايه القلش ده؟ اهم حاجه بس مفيش تقطيع. لا اله الا الله، عيب يا ابو سمعة، انا داخل على جيم شغال يا عم، يخرب بيت القلش. هو ايه اللي حصل؟ انا تقريبا قللت السنسيتيفيتي لما اكون عامل السكوب. ايه القلش ده؟ يا دي النيله السوداء، سنايبر، ما بحبش السنايبر ده يا جدعان. هو كان فين يا اسطى؟ يا عم انا داخل على جيم شغال يا عم، ادونا فرصتنا ان انا ابدا اجيم من الاول يا عم. بتفرج على فكره، ادوني فرصتي ان انا اعبر عن نفسي سيد الوالد. اداني شوت جن، ايه ده شوت جن ولا اي كي؟ اي كي ده كان فين ده؟ ما ايه ده؟ يا عم داخل على جيم شغال يا عم، يخرب بيت القلش. اوكي، بدايه من سخن، ابص دي اخر كلايه خالص، لازم تكون بسكينه يا ريس. الواد اخد سكينه، ايه؟ عنب عنب. معظم الناس ساعات بتعمل ايه؟ ان هي ساعات بتمسك بيوت، والناس كلها عشان انت اصلا كده كده بيبقى اليو في شغال، ان انت الناس عارفه اماكن الناس فين، فكله بيحاول يبوش عليك. في ناس هتقول يا اسماعيل ده يعتبر كامبنج يا ابو اسماعيل، وازاي تعمل كده وانت اصلا حد رش في نفسك وبتاع. معلش في هذه الظروف هنحاول نغير الاستريس شويه، عشان كامب يعني هنمسك بيت، يعني عارف انت الدور الاولاني الدور الثاني السطوح الباك يارد. ما علينا، عشان هي الموضوع كله عايز تركيز يا جدعان، انا كل ده ما كنتش مركز، الموضوع عايز حماس، لازم فيه حماس. وات ده ازاي؟ ايه القلش ده؟ ومال الموضوع بيبتدي كويس يعني البدايه بتاعت الكلايه بتاعت البيستول كانت ظريفه، بعد كده بدا يبقى فيه قلش. ريب، هو في ايه؟ فين الناس؟ لا الدور الثاني، ازاي ليه يا ابو عمو؟ الراجل ده كان لازم يتكلم يعني، قال لي والفورم بايند. انا خلينا ابو بصيت في البتاع احنا عاملين كام. بص بقى القلش بعد ما الدنيا كانت ظريفه فجاه الدنيا بدات تقلش. احنا التالت يا عم، يخرب بيت القلش، والموضوع متوتر جدا، انا مش مركز مع اللي بيحصل، عايز اتكلم حتى اقول اي حاجه مفيش. بازوكا بازوكا، اديني فرصتي يا ريس، بس يعني امسك بيت طيب ولا اعمل اي حاجه. باي، في حد فوق. حطها
يوديني سلاح. لا اله الا الله. واحد بيخلص خلاص. مش ده انا ضربه ده؟ مش ده انا ضربه ده؟ وايه السكوب ده كله؟ السكوب 8 ده ولا ايه؟ بص بقى بص بقى وانا رايح لح نايم. الناس عماله بتدب في بعض هنا. انا داخل ما بين اتنين. اخر واحد اخر واحد. لا بقى لا بقى موت بقى يا عم بقى موت بقى يا جدع بقى. موضوع مع حاجه مأساوية جدا. في كام كلات قتلتها ما لهمش اي 60 3 لازمه. احنا طالعين الكام؟ طالعين التالت يا عم. حاجه قالش السنين عمي. يا رات تارارارارا. اوكي المبا دي ظريفه شغاله. مشكله ان انت ايه بتسمع صوت الناس جايه من كل حته. في قلش عمال بيحصل. كام واحد في البتاعه دي؟ 12 واحد تقريبا. اوكي تاني. وكام واحد بيضرب عليا؟ طب اقتل حد. طيب اوكي انا همسك البيت ده. عارف انت this is my home now. بقول لك هي المشكله كلها ان انت تمسك بيوت. انت لو مسكت بيت خلاص. انا بنط بلاقي حد قدامي. ايه القلش ده؟ باي يا عم البازوكا. خلاص باي. حد هنا. ازاي ازاي؟ موضوع حماسي جدا يا جدعان. كان مش لاقي حتى اتكلم حتى اقول اي حاجه. بقى الواد معاه شوك جن. بقى الواد معاه شوك. خرب بيت كده يا عم. انا بقول لك هو امسك بيت لان العيال كلها بتبوش على البيت. لو عرفت تمسك البيت خلاص. شكرا. اي قلش برضك الكلا دي. اي قلش اتفرجوا على فكره. اوكي قتلنا 18 وموتنا 10 يعني ظريف. ما عرفش كده الفكره كلها. انت عايز تضرب على الاسلحه هتبقى الدنيا ظريفه عامه يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو وحابين نشوف فيديوهات ثانيه من كول اوف ديوتي او من جان جيم تاكدوا تعملوا لايك وسبسكرايب واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. ويت انا ممكن امسك المنطقه دي. اه
شهاب واسماعيل. لا استنى ويت 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 عشان انا عايز اظبط الكراوتش هنا لان انا الكراوتش عامله حاجه تانية خالص. ليفت كنترول لا خليه زد. ويت بقى بعمر بقى زاك ده عظيم اللعبه. هيل ستريكس بقى ازاي ازاي. اوكي معاه سنايبر معاه سكوب معاه سكوب ابن لذينه معاه سكوب. جاب السكوب منين؟ جاب السكوب منين؟